الخفيف السريعة. وفقرتنا اليوم مش معتمدة ومركزة على شيء واحد، فقرتنا اليوم منوعة. مشاكل، نصائح، اللي بدك إياه بعث لنا إهداء، ما عندنا مشكلة، بنستقبل جميع مساجاتكم. شارك الأولى معانا من فؤاد، بقول إنه مشكلته الوحيدة إنه ما في أحد يفهمه. فؤاد أنت لو ركزت باسمك، اسمك يعني فؤاد يعني قلب يعني حب يعني حب الناس بتحبك، روقها وهونها يا فؤاد. أحمد، دودو مشكلتها إنها بتظل جوعانة وما بتشبع. دودو أنا بدي أحكي لك شغلة دودو. البني آدم بوكل عشان يعيش، مش بيعيش علشان يأكل. أوكي دودو؟ وصل. ومعنا معلومة مفيدة من أحمد، اطربني. الضحك لمدة ربع ساعة مع الأصدقاء تعادل فوائد النوم لمدة ساعتين، يعني خليك مبتسم ولا تخلي أحد ينكد عليك. ومعنا مشاركة ثالثة من فارس جردات، بقول مشكلته إنه بده مصاري. والله وأنا بدي، أنت بدك؟ والله أنا بدي. والله إحنا اثنين بدنا، إذا بتلاقي حدا يعطينا ما مستني. ما أقدر. أيمن إيش بتسوي يا أيمن؟ ناكل مارشميلو. طعميلي. معانا مشاركة أخيرة من فرح، بتشكي من تعامل أهلها معاها ومن تدخلهم الزايد فيها. للأسف يا فرح إنه أغلب الشباب اللي بعمرك مفكرين إنه أهلهم ضدهم. عمرك ما راح تلاقي أحد من أبوك وحضن دافي أدفى من حضن أمك، وعمرك ما حتلاقي أحد بيعرف مصلحتك أكثر من أهلك. وهيك حبايبي بنقدر نقولكم إنه خلاص لازم ننهي الفقرة، لأنه أنا بصراحة لازم أطلع. وحبيبي أيمن عبالي هب